الحقيقة أنا بشكر القيادة السياسية طبعا، فخامة الرئيس وحضرتك كرئيس مجلس الوزراء على استقرار سعر الصرف. هو ده كان الأساس كله في الموضوع. طالما في بقى في استقرار، بقى في سقف عندي بالنسبة لي في السلع الأساسية بالذات، خاصة بشتغل في سلعة معروفة عالميا، القمح سعر بورصة عالمية معروف، فسعرها مختلف كل وقت ليه سعر. لكن لما يكون سعر الصرف ثابت القصة بتختلف بالنسبة لنا. لما كان وصل، هو كان ثابت تقريبا 270 280 دولار، لكن وصل 70 سعر الدولار و60 القصه اختلفت. لكن دلوقتي السعر نزل كقمح، احنا دلوقتي البورصه اخر سعر 230 دولار والسعر 47 او 48 اللي هو سعر الدولار، لا القصه مختلفه خالص. فاحنا كان قبل العيد او من فتره من شهر قبليها كان اخر حاجه وصلنا كان دي وصل 22 مثلا او 21. فانا اجتمعت مع الناس بتوعنا كغرفه صناعه الحبوب، وانا كرئيس غرفه صناعه الحبوب، ومع المطاحن ال 72 قلت لهم لا الكلام ده لازم ينزل دلوقتي على الاقل. فانا بصفه رئيس غرفه الحبوب بعلن رسميا ان سعر الدقيق لا يتعدى 16000 جنيه عشان نقدر نوفر العيش السياحي بسعر كويس جدا، هيوفر حوالي 30 او 35% من السعر السائد. بعد ما قعدنا عملنا اجتماع مع معالي الوزير ومع الحاج عبد الله غراب، ورسينا في الاخر على ان احنا سعر الرغيف السياحي اللي هو ال 80 جرام هيبقى جنيه ونص، بدل كان بقى وصل 2 و2 وربع، فطبعا فرق كبير. ال 40 جرام ب 75 قرش كان وصل جنيه وربع، فطبعا فرق كبير جدا. وال 25 جرام بقى ب 50 قرش كان بيتباع ب 75 قرش. والفينو اللي احنا ملتزمين بنوعين من الفينو، 35 جرام الفينو العادي بتاع المدارس الصغير دوت، فده هيبقى بجنيه، كان وصل جنيه ونص. وال 70 جرام بجنيه ونص كان وصل 2 جنيه ونص. فعشان نلتزم بيه انا ملتزم قدام الناس وقدام سيادتك والقياده السياسيه ومجلس الوزراء ورئاسه ومعالي الوزير ان دي لا يتعدى 16000 جنيه حاليا، عشان تقدر الناس في النهايه، لان الاساس هو سعر الماده الخام. الماده الخام انا مثبتها الحمد لله رب العالمين، والناس بقى عندي في الغرفه والناس ملتزمين، واحنا في خدمه المواطن البسيط طبعا، وكلنا في خدمه هذا الوطن، خدمه المستهلك.